اقترب الإسماعيلي من ضم اللاعب المغربي هشام بوسفيان لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى اللاعب صاحب 25 عاما اتصالات مكثفة مع المسؤولين، ومن المنتظر إتمام صفقة الانتقال خلال الأيام المقبلة. وسبق أن خاض اللاعب تجربة في الدوري الإسباني مع نادي مالاغا، ثم عاد إلى الدوري المغربي عبر بوابة نادي الوداد. تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة خلال الفترة من الرابع حتى الحادي عشر من مارس المقبل على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة أكدت مشاركتها في البطولة.